بسم الله الرحمن الرحيم، اسعد الله مساءكم بكل خير. قناة سلطان باري ترحب بكم، وهذا صيد اليوم الأربعاء الموافق 12/5/1438. إذا ما كنت غلطان ناقص يوم ومزود يوم في التاريخ، ولكن هذا صيد اليوم بدي كلمة أقولها بس على السريع، اللي هي أحيانا الإنسان يعيش في منطقة بعيدة شوي ناية وباستطاعته أن يعيش في المنطقة اللي هو عاش فيها يعني، ولكن يتعمد جلوسه في هذه المنطقة. تدرون ليش؟ أحيانا يكون هواية الشخص أو الحاجة اللي هويها زي مقناص وكذا ما توفر لها المنطقة اللي هو عاش فيها، بالرغم انه بيرتاح فيها، لكني فضلت المقناص على الغربة شوي. وليش؟ ما هي غربة يعني، منطقة أنا بعيدة عن الديرة. فالناس يقولون ليش ما تسكن في الديرة ومنطقتك فأنا أقول لا، عندي هواية اللي هي مقناص الصيد، ومكلفتني الكثير هذه القناصة والهواية عسى الله في نشرها، ومتعبتني كثير بعد، صارت عندي زي ما تقول الطبع فيني، مي هواية راح الطبع. هذه المنطقة لو أذهب نص ساعة ولا ساعة في المنطقة اللي يتوفر فيها الصيد بإذن الله ليس الصيد مضمون، ولكن عشاي وغداي مضمون. هذه حبيت أقولها، أتمنى لكم مشاهدة ممتعة، ولا تنسونا من اللايك ودعمكم، فلولاكم ما أنشأنا هذه القناة ولا سجلنا مقاطع فيديو ولا تكلمنا على في خلف الكواليس على مقالب. ودمتم وكل عام وانتم بخير ان شاء الله.